المشهد في المقابل مشهد الإنساني. أنا الآن علا أقف في الحديقة الخلفية لمستشفى الشفاء بمدينة غزة. الوضع يعني يبدو صعبا جدا، خاصة أننا نتحدث عن مئات العائلات التي نزحت من شمال وشرق قطاع غزة. كما يبدو في الصورة الناس هنا أو العائلات جعلت لكل منها خيمة واحدة من ملابس العائلة من القماش المهترة. الأطفال هنا ربما بالعشرات، 75% من النازحين هنا من الأطفال والنساء. عائلات بأكملها تقضي أول أيام العيد بلا وجبات إفطار. يعني كل هؤلاء، يعني كل هذه الصورة التي تبدو أمامكم يعني صورة صعبة جدا. الجميع هنا كان على يعني على أمل بأن تسفر اللحظات القادمة عن تهدئة، يعودوا من خلالها إلى منازلهم، يعيشوا أجواء العيد، لكن ربما كدر الاحتلال الإسرائيلي صفوهم وصفو حياتهم من خلال غاراته المستمرة وكذلك عدوانه المستمر. اسمح لنا أن نحاول أحد الأمهات في هذه الخيمة. يعطيك العافية، كل عام وأنت بخير. أنت بخير يا أمه، بالصحة والسلامة يا أمه. حجة، كيف أجواء العيد مع أول يوم وأنتوا بعاد عن بيتكم؟ والله يا خالتي ما فيش أجواء عيد ولا في فرحة إلنا ولا لأطفالنا. بيوتنا تدمرت، أطفالنا استشهدوا، شبابنا استشهدوا، عواجيزنا، نسائنا، حواملنا، زي ما أنت شايف يعني هذا أوضاعنا، يعني لا نحسد عليها إحنا. يعني هذا كله عشان يعجب الدول العربية، مبسوطين فينا وإحنا هيك مشتتين، إشي في المدارس وإشي في بيوت الناس وإشي في المستشفيات، مرميين أطفالنا، يعني بناخد من المزابل سرنا واعي وبننيم أطفالنا عليها، مش عارفين نعيش، فيش فرشة، فيش حدا مدور علينا. وين الدول؟ وين الأموال ودوها؟ حرام عليهم، حرام عليهم، يجوا يفقدونا، يجوا يشوفوا الشعب، يعني دمرونا، دمروا بيوتنا وقعدوا يتفرجوا علينا، مش حرام عليهم؟ يتقوا الله فينا، احنا في رباط ليوم الدين، مش اول مره ولا اخر مره. الاجتياحات هي هي والتهجير هو هو، يعني من يوم انا وعيت على الدنيا وانا وعيت على الحروب، اولادي واطفالي واحفادي هلقيت وعيوا على الحروب. يعني في 2008 تهجرنا نفس الحاجه، ربطنا في بيوتنا لحد ما اليهود لحقونا على بيوتنا، طلعونا من بيوتنا. في 2012 نفس الحاجه، 8 ايام برضو كانت ايام عصيبه وصعبه جدا، وتحملنا وربطنا في بيوتنا. بس هذه الهجمة الشرسة هذه مش قادرين نتصور ليش هم عملوا فينا العمل هذا، يعني ايش سوينا احنا فيهم؟ يعني مش بهالصورة هذه الهمجية، يعني مجانين اليهود لهالدرجة هذه، يعني يدمروا الحجر ويدمروا الشجر، يدمروا الأطفال، يدمروا البيوت، الطيور، ليش؟ لكن احنا حنضلنا وراء المجاهدين بإذن الله تعالى، وإحنا فداهم، أولادنا وأطفالنا وبيوتنا وسجرنا وأعمارنا، عمرنا كله حطناه في حجارنا في بنانا وعمرنا، لكن فدا المجاهدين وإحنا وراء المرابطين، وإحنا حنضل الرابط، حنضل الرابط بإذن الله تعالى في هذه في هذه البقعة الصغيرة اللي في غزة، اللي قديش يعني هي في كل العالم، قديش يعني قد كفت الإيد غزة، لكن الحمد لله إحنا أحسن من كل الدول. احنا من امه محمد، نحمد الله ان احنا من امه محمد، الحمد لله. كيف اجواء العيد يا حجه مع اطفال؟ مفيش اجواء يا ماما، ما فيش اجواء عيد، وين اجواء العيد؟ وين فالحسره اللي احنا فيها؟ مين مدور علينا في اجواء العيد؟ فيش لمين الاجواء العيد، زي ما انت شايف الاطفال، زي ما انت شايف الاطفال كيف، لا بيجيهم بمبز، لا بيجيهم حليب، لا بيجيهم اكل، لا بيجيهم كسوه، ولا بيجيهم اي، زي ما انتم شايفين بنلم خيش من الارض بنستر اولادنا بنستر حالنا. يعني وضعنا سيء سيء يعني للغايه، يعني مش قادره اوصف لك الوضع اللي احنا فيه. شكرا لك، كل عام وانت بخير، وان شاء الله يا ربي ترجعوا لبيوتكم سالمين اغنمين. علا، هذه واحده من الامهات، لكن المشهد يعني ينسلخ وينطبق على اكثر يعني الامهات، على كثير من الامهات اللاتي اذا امكن ان نتحدث يعني مع الاطفال. احمد، اذا امكن ان نتحدث مع الاطفال. طيب، سنحاول ان نتحدث الى احد الاطفال في المكان. يعطيك العافيه، كيفك يا حبيبي؟ كيف حالك؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير، الصحة والسلامة. كيف اجواء العيد اليوم؟ في عيد اليوم؟ مش فرحانين بالعيد، احنا الدنيا حرب وفيش حدا فرحان في العيد، الدنيا حرب. طيب انتوا يعني هي اول عيد تقضيه بعيد عن بيتكم، بعيد عن اهلك، كيف العيد الحين؟ كيف بتعيش اجواء العيد بعيد عن الاهل، بعيد عن بيتكم؟ دنيا حارب واليهود وما يروح الناس بيقصفوهم. طيب، شكرا لك يا حبيبي. تعال حبيبي، طيب تعال تحكي. طيب كيف اجواء العيد يا حبيبي؟ زي الزفت. انا عمره ما مر عيد، بس لما الناس زبطوك ايش بدك تقول؟ عيد منيح.
بس هذا العيد غير عن العيد الثاني. ايش الفرق بين العيد هذا والعيد اللي فات؟ هذاك بنلبس اواعي، بنجهز اواعينا، بنسلم، بنجيب حلو، مش عارف ايش. هنا طال زي ما انت شايف خيمات قاعدين على الجو، ولا كل عام وانت بخير. طب كيف الاجواء في المكان هذا، في الخيام؟ في كهرب، في مي؟ ايش احكي لي عن وضعكم. وضعنا سيء، المية بتلاقينا بدنا نعبي نروح من البرميل عشان نشرب، لانه فيش كهرب. من وين نعلق لندا في الخيمه؟ فيش، هي زي ما انت شايف خيمه وقاعدين فيها. معي. طيب وظروفكم كيف؟ بتطلعوا بتشتروا انتم، بتلعبوا اليوم؟ فرحتوا شريتوا العاب؟ بنفرح شويه بس مش شيء. بنلعب هنا زي ما انت شايف، قاعدين نتفرجوا زي ما انت شايف، فرحانين شويه بس. شكرا لك يا حبيبي. علا يعني فرحه منقوصه للاطفال بطبيعه الحال، يعقدوا مقارنات ما بين نعم علا يعني لا ادري ان كان هنالك متسع من الوقت لنتحدث اكثر الى اذا امكن، يعني لك كل الوقت احمد، اذا امكن. نعم. ان نتحدث مع الرجال ايضا، يعني لنعرف وجهه كل شخص. طيب. ماذا يريد ان يقول؟ طبعا طيب خلينا ننتقل محمد. نعم سننتقل الى الحاج. هنا حاج اخر، يعطيك العافيه. الله يعافيك، كل عام وانت بالف خير. وانت كمان حاج. كيف الوضع اليوم في اول ايام العيد وانت بعيد عن اهلك، بعيد عن بيتكم؟ بيتكم تدمر اعتقد ام لا؟ على الارض. احكي لي ايش الوضع اليوم في اول ايام العيد. والله يعني ايش بدك تقول غير انه يعني اسود يوم ممكن توصفه في ايام ربنا، بدل ما يكون أجمل يوم في أيام بتمر عليك يكون هو أسود يوم مر عليك. شهداء، سكالة، وأطفال يتامى، يعني حاجة تقطع القلب، مش تحزن يعني. القلوب بتدمي، مش العين بتدمع، لا القلب يدمي. سكالة، أطفال يتامى، الفرحة معدومة من الكل. ليش؟ عشان ايش؟ ايش اللي عملوه الناس الغلابة؟ ايش اللي سووه؟ ايش اللي جنوه؟ هو الضحية هو الجلاد؟ عشان ايش؟ عشان الحكام يبقوا راضيين. ديول امريكا عامة، ابن الصهيونية والخادم، حرام نقول خادم الحرمين. طيب حاجة، لا نريد أن نسب أحد أو نشتم أحد، لكن باختصار شو إلك رسالة اليوم مع أول أيام العيد وأنت بعيد عن منزلك المدمر، بعيد عن منطقتك، وربما فقدتم شهداء وجرحى؟ شو رسالة؟ رسالتي هو الشعوب العربية عامة معروف عليها أنها شعوب متعاطفة معنا، لكن رسالة للحكام، الحكام اللي هم صنايع لأمريكا، صنايع لأمريكا، علشان ترضي أمريكا لازم ترضي إسرائيل. بقولهم اتقوا ربنا، اتقوا ربنا. إذا كان في ذرة وأقل من الذرة من الإيمان والإسلام في قلوبهم، وشيء بسيط جدا من العروبة، يتقوا ربنا في اليتامى والثكالة والآباء اللي في يوم عيد زي هذا بيدفن ابنه، يتقوا ربنا. كم من شهيد، كم من أطفال للدفن وقت. ليه؟ عشان إيه؟ عشان ترضى أمريكا عنهم. بيستعملوا قضية فلسطين جوكر، يحطوا يدسوا في كل حاجة. إحنا بنعمل عشان قضية فلسطين، عشان نحل قضية فلسطين. من وقت إيش؟ من 48 لحد هالجيل عايزين نحل قضية فلسطين. كل اللي بنعمله عشان قضية فلسطين. صدام حسين يحتل الكويت عشان نحرر فلسطين. يا أخي يختشوا على دمهم حبة، يختشوا. شكرا لك يا حاج. يعني المشاعر مختلطة على الناس، كلها مكلومة. صحيح. دمرت منازلها، استشهد أطفالها، بالتالي يمكن أن نستمع منهم إلى يعني إلى ردود كثيرة وغير متوقعة. هنا كثير من الناس يعني الآن نصبوا خيامهم، والأطفال منتشرون في هذه المنطقة. أؤكد لك أن الظروف الإنسانية صعبة جدا، يعني الكثير لا يجد مكان ومتسع ليغتسل. واضح الصورة على أي حال، واضح الصورة. لا مكان لقضاء الحاجة.
نعم النظافة معدومة، نتحدث عن غياب الاهتمام بهذه الأماكن، غياب المؤسسات الإنسانية، غياب دعمها. الأمور تتجه إلى المزيد ربما من التعقيد وتفاقم هذه الأوضاع. سنتحدث أيضا علا إلى أحد أفراد العائلة الذي نصب خيمته الآن في هذا المكان. يعطيك العافية أستاذنا بعد إذنك. السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير. سلام. كيف الوضع اليوم؟ شايفك نصبتم الخيم الآن. والله الوضع الشرق مكهرب، فيش حد ولا حد بالشرق ولا بيجي، سكان الشجاعية مهجرين. وين احنا وعيلته ووصرته قاعدين في الخيمة هذه. يا ساتر يا ساتر. استضاف العيلة هذه عايشين. كيف الأوضاع في المكان في أول أيام العيد؟ والله زي ما احنا فيش عيد. فيش عيد، كنا بيوتنا تدمر وشردنا، فيش عيد، شردين احنا ويا أطفالنا ويا عيالنا غاد زوجتي. أصبتم في الشجاعية؟ سكان الشجاعية احنا الشركة، دورنا وبيوتنا كلها تهجرن، تقصف من الدمار، سيارتنا كلها تدمر، سيارتنا اللي تقصفوهن. كيف أطفالك بيعيشوا أول أيام العيد؟ والله دم زي ما أنت شايف، هينا هاي اللي صار، ما فيش حاجة اللي صار، ايش كان صار قاعدين يلعبوا قاعدين، شريت لهم لعبة عشان أجواء العيد بس لا أكثر ولا أقل. نسأل طفلي، يعطيك العافية عمو. نعم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. احكي لي عن اجواء العيد اليوم في اول عيد. زي ما انت عارف شوف انها عند شهداء، عندنا العيد شهداء، فيش ولا عندنا كسنا العيد ولا حسنا باجواء العيد، لانه زي ما انت عارف اليهود هجرنا من بيوتنا وقصفنا بيوتنا ودمروها وطلعونا من بيوتنا ونسونا فرحه العيد واجواء العيد. زي ما انت شايف احنا هيك عايشين. كيف الوضع في المكان الان اللي انت عايش فيه؟ والله مش نافع، ولا في مية ولا في حاجة، وعايشين في خيام وتحت الشمس وفيش إشي، يعني في أجواء العيد ولا حاجة. يعني الوضع طيب اليوم، يعني حرموكم اليهود فرحة العيد، شريتي ألعاب اليوم؟ لا والله لا، مش شريناش ألعاب، لأنه كل سنة إذا اليهود حرمونا من الألعاب إنه نشتري ونفرح في العيد وفي الألعاب ونتهنى في هذا العيد. شكرا يا حبيبتي، كل عام وانتم بخير. علا يعني هذه، طيب احمد يعني فقط يعني سؤال عن المساعدات. نعم. يعني تحدثت انه لا يوجد اكل، لا يوجد شرب. تحدثنا انه كان وصل مساعدات الى قطاع غزه، اين هي هذه المساعدات؟ من يؤمن اليوم لهذه الجموع الاكل والشرب وباقي المستلزمات تحديدا الطبيه والمواد للتنظيف حتى؟ نعم، يعني الجهات المسؤولة في غزة هي من تتسلم المساعدات الرسمية من دول العالم، لكن هذه المساعدات بحسب ما يعلن عنها سواء كانت طبية أو مساعدات إغاثية يعني غير كافية بالمطلق لإغاثة أكثر من 400 ألف مشرد في مراكز إيواء النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة وكذلك في مستشفيات وحدائق قطاع غزة. يعني هذا المكان بالكاد يعتمد على وجبة واحدة كان طوال شهر رمضان المبارك، وجبة واحدة من مؤسسات الإغاثة القليلة في قطاع غزة. الكثير من مؤسسات الإغاثة نتيجة الحصار أغلقت بشكل كامل علا، لكن البعض بعض هؤلاء يعني يصلوا وجبة إفطار عادية فقط، يعني وجبة يعني كما يقال صحن واحد من الرز يكفي حوالي 14، لا أعتقد أنه يكفي 14 فردا أو 15 فردا عائلة. وبالتالي الحديث عن مساعدات يعني صعبة جدا. هم لا يحتاجون فقط إلى الأكل أو يعني إلى الطعام علا، نحن نتحدث عن ملابس. عائلات دمرت منازلها في فوق ملابسها وفوق أثاثها، فلا تمتلك أي شيء بالمطلق. الحديث الناس هم لا يحتاجون فقط إلى الأكل وإلى الطعام كما تحدثوا لنا، هم بحاجة إلى أماكن تأويهم من حر الشمس طوال النهار، خاصة أن شهر رمضان المبارك جاء هذا العام يعني حارا جدا. لو يعني تنقل بالصورة يعني زميلنا المصور، تتابعين يعني هذه خيم نصبت يعني من الأقمشة التي استطاع الناس أن يجمعها من عدة حتى أماكن، هي ليست يعني خيم بالمعنى الخيم التي يفترض أن تكون هي مجرد شراشف وحرامات. نعم. يعني حتى ليست خيم صحيحة. نعم بالمطلق لا تستر لا حر، لا يعني لا تستر لا من الشمس ولا حتى من البرد، هذا إن كان هنالك برد. حتى أعين الناس علا، أعين الناس يعني لا تستر هؤلاء الناس من المارة الذين يمرون داخل مستشفى الشفاء. يعطيك العافية. الله يعافيك. لو تحكينا كيف، كل عام وانتم بخير أولا، وإن شاء الله الله يعني يعوض عليكم عوض الخير. كيف الوضع مع أول أيام شهر رمضان؟ والله أول شيء أنت بصحة وسلامة، يعني الأوضاع زي ما أنت شايف في خيام، أوضاع صعبة جدا، والحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله رب العالمين.
حج احكي لي كيف الوضع اليوم مع اول ايام العيد، كيف فرحتكم بالعيد؟ والله يا اخو انه الوضع صعب، الله يكون بالعونهم، الله ينشر كل واحد متضايق يا رب اكثر، يعني الواحد ايش بده يقول، ان شاء الله يا رب النصر. قد ما احنا صابرين ايش بدنا نسوي. احتفلوا الاطفال بالعيد اليوم، احكي لي يا حجه عن وضع الاطفال. والله بدك الصحيح انه والله انه العيد بدي اقول لك زي يا لطيف زي الميت، مش مبسوطين احنا على شوف الشهداء والاخوه والاولاد، اولادنا واخواننا وقرايبنا وحبايبنا. فقدتم شهداء يا حجه في هذه العدوان؟ من عائلتها بيجي 22 نفر، 22 شهيد من العائله. والله دفنوا اليوم حدا من العائله، دفن اليوم حدا من ما بقدر اقول لك يا خالد. تقريبا الرابع اول يوم العدوان على السجاعيه تم دفنهم يعني. طيب انتوا كيف الوضع الان في المكان اللي انتوا عايشين فيه؟ احكي لي عن ظروفكم الحياتيه، وكيف تدبروا حالكم، كيف من وين بتجيبوا وجبات الافطار وجبات الغداء، كيف بتسبوا؟ يا خال من اهل الخير يعني، من اهل الخير، حاجات بسيطيه يعني، الحمد لله صابرين، الحمد لله صابرين يعني، من موت شردين بقينا من موت. حاجة شو إليك رسالة للعالم اللي بيشوفك الآن وسكتين على كل هاللي بيحصل لكم؟ إيش بدي أقول؟ الله يفرجها. شكرا لك يا حجة، يعني دعاء، الناس لا تعرف ماذا تقول حتى يا علا. الوضع نعم، الوضع يعني هنا في هذا المكان او في مستشفى الشفاء يكاد يكون سيء طبعا، يعني سوف نكون معك. نعم علا، نحن نتابع معك. نعم. على أي حال هذه الصور من الباحة الخلفية لمستشفى الشفاء، ونرصد هذه الحالات فعلا الصعبة. نعم، كيف أجواء العيد اليوم؟ شو بتعملي حجة؟ نغسل والله إذا أسود علينا جو. تغسلي على إيدك؟ نعم. احكي لي كيف وضع العيد والأجواء والأطفال؟ العيد عندنا ما أسود، أسود عيد عندنا. نعم والله بقول لك، يعني عيد يعني ما توقعناش هيك يصير، إنه معينا شهدائنا ودورنا وحالنا، إحنا من بيت حنون. عيد أسود، بقول لك سواد جاد علينا، على الأطفال وعلينا وعلى، يعني حتى شوف كيف بننام، يعني أكثر من 20 يوم نايمين على الأرض ولا حاجة إلا على حشيش أنا وولادي من بيت حنون، يعني هذا وضع زي إيه بالمرة تعب، يعني طول عارف نحط غلة في أولادنا من العيش كلها، بقول يا رب الله يفرجها يا رب. شكرا لك سيدتي، هذا هو الوضع ولا باختصار، يعني رصدنا عديد من الحالات. يعني انظري كيف ينام هذا الرجل الخمسيني، يعني ينام على الحشيش الأخضر أو على البساط الأخضر في الحديقة في مستشفى الشفاء، لا حتى لا توجد لا فراش ولا بطانية أو حتى يعني قطعة قماش ينام عليها. هذا هو مشهد بسيط جدا لهؤلاء الناس. هذا منزل، لو يا خسورة لهذا المنزل، هذا منزل يعيش فيه انظري كم شخص، يعني يمكن أكثر من 10 أشخاص في هذه الخيمة برفقة أطفالهم، لا أدري كيف يعيشون، لا يعرفون كيف يعني يتصرفون في هذه الأجواء. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخوي، الحمد لله. أحج أنت من وين حضرتك؟ والله أنا من الخط الشرقي منطقة نحل عوز. احكي لي كيف الوضع الآن؟ والله أول ما صار يعني الوضع أن استلموا البيت عندي بالقزايف، في ضرب قزايف، أتنقل أنا وبيتي 12 نفر في قلب الدار، نتنقل من الأوضة هذه انضربت نروح على الأوضة الثانية، ننزل تحت في الصالون ندور بالصالون، عودت أخذت أولادي ومرتي وهربت من البيت، ما مشيت 100 متر الا لقيت الضرب تسفت على طول. الوضع سيء يعني. سيء للغايه يعني، ما فيش بالمره يعني، تعبان الوضع على الاخر. ان شاء الله ربنا يفرجها عليكم. شكرا لكم، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. علا هذه هي الاوضاع باختصار في يعني حديقة الخلفيه لمستشفى الشفاء، والحالات كثيره. واضحه الصوره. على اي حال احمد، كل التحيه لهذا الشعب الصامد، ورغم كل شيء ما زال مصر على الانتصار والنصر. مجددا كل عام وفلسطين بألف خير، ونأمل أن يكون العيد المقبل بحال أفضل على كل الفلسطينيين. أحمد غانم مراسل الميادين، كنت معنا من الباحة الخلفية لمستشفى الشفاء، شكرا جزيلا لك، ونعود إليك طبعا في كل نشرات الأخبار لمتابعة كل هذه الأجواء وتطورات في غزة. شكرا لك.